بسم الله، اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله. وش راكم البنات؟ البنات اليوم ان شاء الله راح نشارك معاكم عرس او فرح وليد لوسي، ربي ان شاء الله يا ربي بالبركه عليه. كان عرس ناصر اليوم وليدنا، ربي ان شاء الله يكمل له ويكمل كل المسلمين ان شاء الله يا رب. شاركت معاكم هذا المقتطفات من عرس ناصر وليدي، بديتكم بالحلويات، يا ربي ان شاء الله يحلي ايامكم كاع. بديتكم هذه انواع تاع الكاطو، شوفوا ما شاء الله كيفاش خدمت امه، خدمت المقروض اللي هي لوستي، خدمت المقروض، خدمت المخبز، دارت لونه بلو بلو سيال لانه تاع راجل، ودارت المشوك، ودارت حلوى هذيك بالشوكولا، ودارت المقروض، ودارت انواع من الكاطو، يعني راقيه جدا وروعه. شاركت معكم هذا، ودرت مقروض العسل، صورت كاع البلاطوات، صورتهم باش تشوفوهم، العقوبه كاع لولادكم، وشوفوا البقلاوه مازال مقطعناهاش. كانوا هادو صينيات تاع الكاطو اللي وجدناهم يعني، ورحنا للعرس وفرحنا ياسر معاهم، وفرحنا وفرحونا، ويا ربي يهنيه ان شاء الله وبالبركه على وليدي ناصر والعروسه وعروستنا جيهان، بالبركه عليهم كاع. نخليكم البنات تشوفوا الكاطو، ودركا بعد الكاطو ان شاء الله نشوفوا سالي. درك نروحوا من الحلويات نروحوا للسالي. دارت البوراك على شكل صامصه، شوفوا دارت كميه لاباس بها، كونتيتي كبيره دارتها، بسكالوب والفرماج دارتها والزيتون، يعني دارت واحد البوراك هايل لان كان اليوم الفاتحه نتاعو، كيما نقولوا الفاتحه يعني راح يدير الحلال. وكان الغدا في دار العروسه، يعني نحكي لكم البنات بالتفاصيل، كان الغدا في دار العروسه، وام العريس دارت لي سالي، دارت الكاطو، دارت المعقوده، كانت تحضر فيها هي اللي هي لوستي ام العريس، حضرت المعقوده، دارت طيبه الكفته البيونداشي مع الكزب المعدنوس مع الزيتون مع البصل، دارت لني كميه لاباس بها، كونتيتي كبيره هي كانت تحضر فيها، وانا نصور فيها البنات باش ندير لكم مقتطفات من الفاتحه نتاعو. كي قربت وجادو باش تكملها ديرها في الفور، دركا درت البيض ودرت له وحده تاع لا ريفيغ وخلطت كل شيء وطيبتها في الفور، قسمتها على البلاطوات ودرتها في الفور، يعني قريب يوجد وقت الغداء، بدينا في التحضيرات
نتاع الغداء. ودرك خلطنا هذيك الكفسه خلطناها بالبيض ونحطوها في الفرن طيب. ودرك نوريكم النهايه كيفاش طيبنا. ودرك نعمروا البلاطوات وندوهم الفور يطيبوا. وبدينا في السلطه، رحينا الجزر درنا له، بدينا نوجدوا في السلطه ورحينا الجزر درنا له لاصوص. كنت انا وبن سلفي كنا نوجدوا في السلطه. وجدنا المايس، وجدنا البيطراف، الزيتون، السلطة، البيض، الخيار، كل شيء وجدناه البنات. وباش نبدرو نعمل بلاطوات، يعني نوري لكم بالتفاصيل تاع العرس. وغدوة إن شاء الله نكمل لكم المرحلة الثانية، هذه المرحلة الأولى، وغدوة نكمل لكم المرحلة الثانية إن شاء الله. وهنا بدينا نعمل البلاطوات، يعني أنا بديت نسقمنا في البلاطو ونعاون فيها أنا والبنات. وهاي هو طاب البوراك وطابت المعقوده، درناه في البلاطوات، يعني التزيين كيفاش غيرنا لها التزيين. كل البلاطو درنا فيه المعقوده، زوج معقوده، ودرنا واحد بوراك، ثم غيرنا الشكل في البلاطوات يعني الديكور. ودركا باش نوجدو نخملو كل شيء ونروحو لعند العروس. وكانت ام العروس وجدت طعام، وام العريس يعني طيبت لها هذوما، تفاهموا بيناتهم واش داروا. وكان هذا الفيديو تاع اليوم، وغدوه ان شاء الله نكملكم الثاني بعد ما اليوم غدينا الرجال وغدوه النساء ان شاء الله. ودركا ما بقى لي نقول لكم مع السلامه مع كويزين ريم. ما تنساوش تعملوا لي جيم وتبارطاجوا قناتي، واستناوني حتى الفيديو القادم ان شاء الله.